يا الله. طيبوا أفواهكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد لحفظ إمامنا بقية الله في أرضه صلوات الله عليه، ولشفاء المرضى ودفع البلاء، صلوا على محمد وآل محمد. اليوم يوم الجمعة، يستحب فيه الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ندبتك جمعتك الحزينة سيدي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله. ندبتك جمعتك الحزينة سيدي أقصدت طه أم بقيع الغرقدي. أم في الغري تزور صنو محمدي. ندبتك جمعتك الحزينة سيدي أقصدت طه أم بقيع الغرقدي. أم في الغري تزور صنو محمدي. أم جئت سامراء أم طوس الرضا. أم جئت سامراء أم طوس الرضا. نفسي فداك هل شهدت الكاظما. نفسي فداك أهل شهدت الكاظما. زرت الدجيل أم انتحيت القاسما. أنا حللت أراك تبكي فاطمة. أنا حللت أراك تبكي فاطمة. فمصابها أصل لنيران الغضا وغرار سيفك يرتجيك لتعجلا. فحسين يا أبا عبد الله أين النادبون أين الصارخون. وحسينا وحسينا وإماما. فحسين ملقا بالعرى ثلاثا ما غسلا ما غسلا. يا أبا عبد الله بدل الدموع عيونك انسكبت دما. لأبكين عليك بدل الدموع دما. بدل الدموع عيونك انسكبت دما. حزنا على من قيدوها كالإماء. بالسوط تضرب إن دعت حامل حما. بالسوط تضرب إن دعت حامل حما. فارفع لواء الثأر يا ابن
مرتضى فارفع لواء الثأر يا ابن المرتضى سيدي دنهض وخل الرواية من الشراء واصلب الجبتين من فوق الشجرة وصيح يا ناس ظل عمي الزهرة شكسرة وياه الهيج أحزانها وأشجانها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من أجل تطيب القلوب وغفران الذنوب وستر العيوب وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. في القرآن الكريم يبين أن هنالك وراثة اصطفائية وأن هنالك ثلة اختارهم الله تعالى ليكونوا وعاةً للقرآن وحفظةً لكتاب الله تعالى، ولهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعد هذه المسؤولية بأمر الله تعالى لأهل بيته عليهم السلام، وجعل الطريق أيضاً مفتوح حتى لا يقول من يقول لماذا استأثر لابن عمه ولأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. مثلاً إحنا في فتح خيبر، واقعة خيبر وفتح خيبر، هذه القلاع اللي كانت تقلق الدولة الإسلامية، رسول الله صلى الله عليه وآله واجه مجتمع اليهود في المدينة، مثلاً يهود بني قريظة وبني القنيقاع وبني النضير، وكانوا يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى دولة النبي ويتربصون به الدوائر، وكما يبين القرآن الكريم بأنهم يعيثون في الأرض الفساد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعد العدة لكي يخمد تلك النائرة حتى تستقر أجواء الدولة الإسلامية اقتصادياً دولياً أو إقليمياً وينتشر نور الإسلام. ولذلك هنا ملاحظة مهمة، يعني الباحث لما يرصد سيرة النبي صلى الله عليه وآله كم عدد الحروب الابتدائية وعدد الحروب الدفاعية، لأنه تعلمون بأنه الجهاد على قسمين، منه ابتدائي ومنه دفاعي. نلاحظ أنه أكثر الغزوات التي خاضها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت دفاعية، يعني دفاع عن بيضة الإسلام وعن حمى الإسلام ولحفظ الإنسانية وبأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمارس في تلك الغزوات روح الإنسانية، روح الإنسانية وروح المودة. لاحظ اللي أبرز صور تلك الغزوات أو أبرز تلك الفتوحات فتح مكة اللي عام 8 للهجرة، رسول الله صلى الله عليه وآله دخل مكة فاتحة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله؟ ماذا صنع مكة مجتمعة اللي هجرت النبي، قتلت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، روعت اللي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، صنعوا ما صنعوا، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وقف سعد بن عبادة وهو يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. ولذلك إجا هذا
أبو سفيان وغيره، قال له للعباس ابن عبد المطلب، قال له ما يقول سعد ابن عبادة؟ قال له يقول يوم الملحمة، شلون تقولون أنتم رحمة؟ فلذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي ذذه، خذ اللواء منه. فأقبل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو يقول اليوم يوم المرحمة، اليوم تؤوى الحرمة، اليوم أعز الله قريش بالإسلام. يقول ابن أبي الحديد، يقول مرت الكتائب، وأبو سفيان يقول كان في يعني حجزوه في مضيق الوادي، النبي صلى الله عليه وآله قال للعباس بن عبد المطلب خلي هنا ينحجز حتى تمر عليه كتائب الله. شوف هنا العبرة، ابن أبي الحديد يقول العباس بن عبد المطلب قال أسلم قبل أن تأخذك السيوف. قال له أنا شلون أقدر أسلم؟ أنا ما هذه ما معتقد بيها. النبي صلى الله عليه وآله قال أما آل لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أما الأولى فنعم، وأما الثانية ففي نفسي منها شيء. هذا ملك مو نبوة. ولذلك هو ابن أبي الأثير، ابن الأثير صاحب الكامل في التأريخ، الطبري تأريخ دمشق الكبير أيضا لابن عساكر غيره من المطولات في التأريخ وكتب السير. في خلافة الخليفة الثالث دخل قالهم أكو أحد اللي غير بني أمية موجود؟ تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار، ولكن هو الملك. هذا ملك مو نبوة. ولذلك أنت تلاحظ سادتي الزائر مولاي العزيز، إذا تلاحظ في كتب التفاسير عند هذه الآية المباركة النبي الأعظم يحذر من هذا الخطر، من خطر بني أمية وخطر المد السفياني عند هذه الآية المباركة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة. شوف لاحظ، يقول القرطبي في التفسير الجامع والألوسي في روح المعاني وغيره من أعلام المفسرين من طرق الفريقين، طبعا أذكر هذه العناوين والمصادر من باب أنه نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، وإلا مصادرنا متفقة في ذلك. يقول جلس النبي مغموم من رؤيا قد رآها عند هذه الآية المباركة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. قالوا له يا رسول الله ما الخطب نراك مغموم؟ قال لقد رأيت بني أمية ينزون على منبري نزو القردة. زين، لقد رأيت بني أمية ينزون على منبري نزو القردة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حذر. فيقول العباس ابن عبد المطلب حصره في مضيق الوادي لكزع، عبارة ابن أبي الحديد، قال قلها قبل أن تأخذك السيوف. يقول قالها ولسانه يتلعثم. المهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أسند ظهره إلى الكعبة الشريفة وصلى عند الكعبة الشريفة، ثم قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فاسجح، إن العفو من شيمك. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هاي اللي صنعوا ما صنعوا برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإسلام، هذا دين الإسلام، أخلاق الإسلام، أخلاق القرآن الكريم. ولذلك تلاحظ أن دولة النبي صلى الله عليه وآله، وفي روايات أيضا موجودة في ذلك لدولة صاحب الزمان صلوات الله عليه، الدولة العالمية، دولة العدل الإلهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك بشر بها القرآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا يعني أمضينا، في الزبور يعني اللي أنزل على داود النبي، الزبور يعني مواعظ إلهية، التوراة يعني الشريعة الإلهية بالعبرية، بعد شنو الإنجيل يعني بشارة إلهية، البشارة الإلهية، أي معاني اللي تتضمن هذه المعاني
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الوراثة للصالحين الذين وعد الله عز وجل أنهم يرثون الأرض. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه من ولدي أو ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك احنا مو قضية يعني هم ما زال مرينا بالموضوع، قضيتنا بالإمام المنتظر صلوات الله عليه، يعني مو قضية أنه نعيشها كترف فكري، لا، ولا قضية تاريخية. من لم يؤمن بالمهدي فقد كفر، كما أنه في نصوص، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. كيف أنه عقيدتنا بالإمام، كيف أنه ثقافتنا وتربيتنا وارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام كما أخبر النبي وكما أمر القرآن الكريم، طبعا من دون أنه دجل أجارنا الله وإياكم، ذاك يدعي أنه يرتبط بالإمام، وذاك يقول اشربوا الشاي ويا الإمام عليه السلام، وهذا هيك قال للإمام، احنا هذه ما نعتقد بها كلها. المشاهدة للعلماء التي نقلها الأعاظم ويتشرفوا، سيد علي بن طاووس هذا الرجل العالم العابد يقول أنا وين كنت أرمي ببصري أشم عطر صاحب الزمان صلوات الله عليه. هو عدها ينقلها شيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، عند أبيات في ذلك ويتشرفوا. شوف المحدث النوري مرزا حسين النوري، وين مدفون مرزا حسين النوري؟ لما تدخل من شارع الرسول صلى الله عليه وآله، أول ما تدخل على اليسار الشيخ مرتضى الأنصاري شيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، والشيخ محمد طه نجف، وعلى اليمين الداخل المرزا حسين النوري وتلميذه الشيخ عباس القمي، هذان الطودان العلمان مدفون بالليوان أول ما تدخل بالصحن الشريف. المرزا حسين النوري عند كتاب جنة المأوى، وعند دار السلام، وعند كتب أخرى ألفت في باب من تشرف بلقاء الإمام، الأعاظم ممن تشرفوا من الغيبة الصغرى وإلى يومك هذا. بس مو سفارة، مو ادعاء كاذب، مو معنى مشاهدة سفارة، السفارة اللي منحصرة بالسفراء الأربعة، ولا قضية دجل، لأنه احنا عدنا النيابة على قسمين، عدنا نيابة معينة من الإمام اللي هي السفارة الخاصة، وعدنا النيابة العامة للفقهاء. من كان صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وهذه مصادر أكو متعددة في باب الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، في باب الرجوع إلى العلماء. الشهيد الأول في اللمعة شيخ محمد ابن مكي نقل في كتاب القضاء، المحقق في الشرائع الشيخ نجم الدين أبي القاسم نقل أيضا في بحث القضاء، المولى محمد كاظم الشيخ الآخند في كتاب الكفاية في آخر بحث من الكفاية نقل أنه في باب علامات المجتهد وكذلك شرائط القاضي الجامع للشرائط، هذا بحث موسع كيف أنه نرجع إلى العلماء. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء وحصون الإسلام، وأيضا من وقر عالما وقر ربه، يعني الإنسان المؤمن اللي يوقر العلم ويوقر الفقيه هذا يوقر ربه كما في الحديث. ليش؟ لأنه هذا حامل لهذه العلوم، حامل لهذه الصفات. خلي أرجع عن شوية همات شوية اللي ابتعدت. فرسول الله صلى الله عليه وآله فتح الباب يختبر هذه الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة خيبر، شوف البخاري في الصحيح، شوف كتب السير تذكر بأنه أرسل الأول، قال له يلا امضي بالجيش، ومضى فرجع القائد يجبن
جيشه. ومضى الثاني فكان كالأول، قال له: يا رسول الله، هذه قلاع ما نقدر أنه نخترقها، هاي ما نقدر نوصل لها، زين، حصون خيبر، حصون منيعة، ما نقدر، عدة وعدد وثكنات عسكرية منيعة، ما نقدر نوصل إلها. رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ ماذا قال؟ إني لأعطي رايتي رجلا كرار غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، فتطاولت الأعناق أيهم يعطاها من؟ فدعا، امتدت الأعناق منه. قال: أين ابن أبي طالب؟ قال له: يا رسول الله، فيه رمد يشتكي من عينيه. شوف هاي الظاهرة اللي كان النبي صلى الله عليه وآله، هاي اللي تبين الاصطفاء حتى في بدن النبي، وحتى ريق النبي صلى الله عليه وآله، ريقه الطاهر كان شفاء. في رواية عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوجر أمير المؤمنين اللبن عند شربه ويمص ريقه، ولذلك كان يقول: إني، مضمون الروايات، أودعته العلم والحكمة والفهم. ولذلك كان يقول: يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي، وإنك لوزير، وإنك لعلى خير، صلوات الله عليه. فتطاولت الأعناق أيهم يعطاها. قال: أين ابن أبي طالب؟ قالوا له: فيه رمد. فجاء إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه فسقاه من ريقه الطاهر إلى عينيه فبرئتا. يقول أمير المؤمنين: فلم أشتكي ألما بعد ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المعنى اللي ضمن الأزري، شيخ محمد كاظم الأزري رحمة الله تعالى عليه، اللي شيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، جواهر الكلام، كان يتمنى أن توضع هذه الأبيات في ديوان أعماله وسجل أعماله، ويعطي ثواب الجواهر للشيخ محمد كاظم الأزري. يقول: يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل قوم ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا: أين وارث العلياء من بأساها؟ أين الذي إذا دعته مروعة للثريا لباها؟ فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الجموع علما منه بأنه أمضاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجاء إلى تلك الباب التي لا تتحرك أو لا ترفع إلا بـ70، الرواية اللي واردة 70، هاي على لسان الشاعر، 40 و40 70 كان اللي حركوها. مد يده أمير المؤمنين اقتلعها لتمر عليها الجيش، وكسر شوكتهم وانهزموا، وجعل النصر، الله عز وجل جعل النصر على يديه. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطيه تلك الأوسمة بأمر الله، يعني اللي مولاي الكريم أريد أوصل لك، هاي مو جزافا، الأوسمة التي حاز عليها أوسمة القرب، هاي اللي أهلته أن يكون بهذا المقام الرفيع والاصطفاء، لتفانيه في الله، لجهاده، لتضحياته. ولذلك القرآن الكريم عندما يقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لاحظ، يعني هنالك برنامج قرآني للاصطفاء، هنالك قنوات غيبية للاصطفاء. أنا ما زال مريت بهالمعنى، بهالمضمون، باب أنه قنوات غيبية. إحنا الآن القرآن الكريم هواية بي دعوة إلى الغيب. شنو السبب؟ هواية يدعون إلى الغيب. مثلا القرآن الكريم يقول: أفلا يتفكرون،
أفلا ينظرون إلى ملكوت السماوات، مو إلى ملك السماوات، إلى ملكوت. ملكوت صيغة مبالغة، والملكوت يعني باطن وحقائق الأشياء، لأنه إحنا عندنا ملك وملكوت، عالم الغيب والشهادة، غيب وشهادة. ليش القرآن الكريم يدعونا إلى مثلاً الملكوت، إلى حقائق الأشياء؟ الذين يؤمنون بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. هذا ليش دعوة إلى الغيب؟ ها، لأنه الإنسان على ارتباط بالغيب، مو إلا بعينه. لا، هنالك مثلاً الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول لهشام: يا هشام، إن لله على عباده حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والرسل، والحجة الباطنة العقل، وعلى قدر عقله يثيبه. هذه هواية مهمة. لذلك الروايات عندنا تقول: هذه الصلاة أعظم قناة غيبية بينك وبين الله، غيب متصل هذه الصلاة. هذه الصلاة، الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي صاحب شرح المسالك في كتاب أسرار الصلاة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن العبد إذا وقف في الصلاة، إذا وقف في الصلاة يتهاوى عليه البر إلى عنان السماء. يتهاوى عليه البر، يعني قناة غيبية من النور، هذه الرشحات الغيبية تتهاوى عليه. ولذلك الحديث يقول: الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن هذه الصلاة، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ولهذا الشيخ ابن شعبة الحراني في تحف العقول، هذا تحف العقول عند الفقهاء، عند العلماء أعزهم الله تعالى، عندهم تحف العقول كمفاتيح الجنان. هذا الكتاب الشريف هو اسم على مسمى، تحف العقول. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية تقول: إن الصلاة خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر. يقولون العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه صاحب موسوعة الغدير كان في شهر رمضان يومياً عند علي بن موسى الرضا عند ضريحه يصلي 1000 ركعة في شهر رمضان، ليثبت لابن تيمية وغير ابن تيمية، ليستكثر كيف أن الإمام الحسين صلوات الله عليه، وكيف أن الإمام زين العابدين وأمير المؤمنين وأئمة أهل البيت كانوا يصلون في اليوم والليلة 1000 ركعة. لأنه وارد عندنا عن أئمتنا أنه صلاتهم في اليوم والليلة 1000 ركعة، أصحاب 1000 ركعة عليهم السلام، اللي الروايات في كتب السير يذهبون إلى مضاجعهم زحفا. ربما رسول الله صلى الله عليه وآله وقف في مصلاه حتى انتفخ الساق وورم القدم ونزل القرآن: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. كان العلامة الأميني يمارس هذه العبادة وينقطع إلى الله عز وجل، حتى يبين إحنا الناس العاديين نقدر، فما بالك بأهل البيت، بهذا البيت الطاهر الذي عناه الله تبارك وتعالى بمحكم التنزيل وجعل فيهم الذكر والتهليل، مطهرون نقيات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. صلي على محمد وآل محمد. ولذلك الصلاة عظيمة سادتي، احنا همات نحافظ عليها. كثير من الشباب من الأحبة يقول لي: شيخنا احنا يصير صلاتي أأخرها ساعتيا كذا. هو ما يخالف، اللي عندنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي في وسائل الشيعة روايات عن الباقرين أو عن الصادقين، عن الإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهما: إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه. وهي بالمناسبة إحنا لما نريد نقضي نيابة، نقضي مثلا عن أرحامنا، أقضي عن نفسي،
عندي صلوات فائتة يصير أقدم المغرب والعشاء وبعدين أرجع للظهر والعصر؟ جواب لا، لابد أنه بالترتيب. نعم ورد دليل، أكو دليل، صلاة الفجر ممكن أن تجيبها بعدين، ممكن بعد الظهرين أو بعد العشاءين أقضيها، أكو دليل ورد، لكن في الرواتب لابد أن تأتي بالظهر والعصر ثم المغرب ثم العشاء، ترتيب مرتبة، إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذه، يقول الإمام صلوات الله عليه، مرتبة ما يخالف. يصير أنت إذا عندك عمل تأخر شوية الصلاة، لكن هذا مو اعتياد، حاول أنه لا تتماهل حتى يكون مسامحة في وقت الصلاة. ورد أن أولها جزور ثوابها وآخرها عصفور، يعني هضيمة يروح ثوابها، ولا سامح الله تصير عادة عند الإنسان. ولذلك إمامنا الصادق عليه السلام يقول امتحنوا شيعتنا بمحافظتهم على أوقات الصلوات، امتحنوهم، شوف يحافظ، لأنها نبراس، لأنها معلم عبادي. ومن هنا سادتي احنا هم مساجدنا كود نحافظ عليها، مساجدنا صلاة الجماعة ولو بالأسبوع يوم، المسجد بيت الله لا يهجر، ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، مسجد مهجور وقرآن مهجور وعالم مهجور. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، القرآن الكريم مثلا أدخل، لا يعني الله لا يفجع إنسان بعزيزة، يدخل للوادي يجوز يا الله يفتحه، المخروع يطبق بوجه القرآن، أو مثلا واحد يتزوج يخلون القرآن شوية، لا لا لا، قرآن دستور، قرآن حضارة، حضارة ربانية، القرآن كتاب الله يجب أن نعمل به. ورد في الحديث أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ليبان لأهل السماء كما تبان النجوم الدرية لأهل الأرض، يكثر خيره وبركاته ويدفع عنه البلاء ويأمن النائبة، نعمة من الله، تقعد حصن بيتك افتح القرآن ولو خمس دقائق. هذا دعاء الجوشن الكبير، احنا ربما فقط في ليلة 23 من شهر رمضان نقرأ دعاء الجوشن، مع أنه وارد فيه روايات عديدة، فيه ألف من الاسم الأعظم، من أسماء الله الحسنى، فيه ألف اسم من الأسماء الحسنى، عظيم هذا الدعاء، يوميا كل ثلاثة أيام كل أسبوع اقرأ جزءا منه، ليش تضيع الثواب؟ زيارة عاشوراء، اقرأ صحيفة صباحا صحيفة مساء، كل يومين اقرأ زيارة عاشوراء ولا أن تتركها. زيارة الجامعة اقرأ شيئا منها ولا تهجر ولا تترك، هذه مدارس عظيمة للتربية، للعقيدة، للأخلاق، لمعرفة أهل البيت، لمعرفة الدين وقيم الإسلام. يا سادتي هذه منظومة عقائدية وحيانية، أهل البيت أودعوها حكماً وأسراراً ومعارف للدين لكي يتربى عليها المؤمن في ظل مائدة محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. ولذلك القرآن الكريم لاحظوا، شوف عندما يقول تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بعدين يقول القرآن الكريم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هسه أنا أكفت بحث، أنا واقعا من أجيت مهيئ غير بحث عندي، بس ما أدري بعد الله عز وجل بعد اللي جعل هذا الحديث بعد عن أمير المؤمنين وبيان مناقبه، وإحنا هم في أيام الزهراء ومولد الزهراء صلوات الله عليها، هذه النسمة الطاهرة التي بيتها معلم للدين، باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. نلاحظ أن الأسرة المؤمنة الناجحة المتروية أو المرتوية من هذا البيت الطاهر من علمه من تعاليمه، هذه الأسرة ناجحة تكون، هذه الأسرة
متفوقة، ولذلك تحصيننا أخلاقنا تربيتنا في ظل هذا البيت الطاهر. نلاحظ أنه هذا المعلم اللي ذكر القرآن الكريم شهادة الله على خلقه، الشهادة الإلهية، كيف أن الله تعالى شاهداً، لأنه أكو عندنا في القرآن الكريم هنالك جمع ممن جعلهم الله عز وجل أشهاد على الإنسان. مو القرآن الكريم يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بعد إحنا هنا لذلك اليوم أعاننا الله وإياكم، بس أنا أعطيكم بشارة، مو أنا، نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله رسول الله، لأنه عندنا اللي تائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، التوبة النصوح، التوبة النصوح، الإنسان اللي يقلع عن الذنب يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، لا يعود، يندم ويبكي ويستغفر ويجبر ذلك الذنب. الرواية تقول الله عز وجل يوحي إلى الأرض اكتمي عليه، والذنوب عن صحيفته تمحى، وينسي حافظيه، ثم يقول لسيئاته كوني حسنات. هاي شلون نعمة هاي من الله؟ بها هاي صلواتي وما بها؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه لاحظ هاي النعمة من الله، ولذلك القرآن الكريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هاي نعمة من الله عز وجل، خلي نستغلها، خلي يبادر الإنسان، الآن ما زال الفرصة بيده، يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه ويعزم، لا يقول أنه أنا ذنبي كبير وما أقدرك، لا لا أبدا، لا يسد باب التوبة عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ارجع إلى الله، تب إلى الله عز وجل، قل إلهي أنا أعزم وأسألك بمحمد وآله الطاهرين، قل لإلهي أنا يم سيد الشهداء، يم الإمام الحسين، هذا الطاهر العظيم، الإمام اللي ضحى بدمه الطاهر بأهل بيته من أجل إحياء الدين، من أجل إحياء القرآن وسنن الإسلام، من أجل أن يبقى الإسلام غضا طريا، أنا أتوب عند قبته. إمامنا عليه السلام الهادي العسكري أئمتنا، كان لما يجي أبو هاشم الجعفري من ذرية جعفر الطيار ويقول له سيدي أنا رايح للحائر الحسيني إلى جدك الحسين عليه السلام، يقول له عندي حاجة، ادعو الله لي عند جدي الحسين عليه السلام. يقول سأله واحد قال له أوليس هو حائر أيضا، هو إمام معصوم؟ فسأل الإمام الهادي عليه السلام، قال سيدي هذا كذا سألوني، قال نعم إنه هكذا، لكن إن لله بقاعا آل الله على نفسه ألا يرد فيها سائلا. شو يقول الإمام عليه السلام؟ تحت قبته الدعاء يستجاب، الدعاء مستجاب عند قبته، والشفاء في تربته، والأئمة من ذريته. ابن العرندس الحلي يقول العلامة الأميني هاي القصيدة ما تقرأ في محفل إلا وتكون تحت أنظار صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، هاي اللي مطلعها طوايا في الزمان لها نشر، يعطرها من طيب ذكراكم عطر، قصائد ما خابت لهن مقاصد، ظواهرها حمد بواطنها شكر، إلى أن يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. صل على محمد وآل محمد. في القرآن الكريم يرسم هذه المنظومة العظيمة، منظومة الوحي والرسالة، وكيف أن المؤمن يتلقى هذا الفيض الإلهي. حتى الوقت بعد ما يسمح أكثر،
قال علماء التفسير، كثير من أرباب التفسير كالفخر الرازي، إذا نرجع علامة الطباطبائي من مدرسة أهل البيت، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في التبيان، وأعلام كبار شيخ الطبرسي في مجمع البيان عند هذه الآية المباركة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه يقول أنا سألت النبي صلى الله عليه وآله، قلت له يا رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا عنده علم الكتاب، ورد في سورة النمل، سورة النمل ماذا تحدث القرآن؟ يقولون سليمان النبي على نبينا وآله وعليه السلام أراد أن يظهر فضل وصيه ويدل عليه، لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس وإن كان باليمن وإن يجيب إلى بيت المقدس، قالهم من منكم يأتيني بعرشها؟ منه؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به شنو؟ قبل أن تقوم من مقامك. قال هذا كثير. وقال الذي عنده علم من الكتاب، بين القرآن أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش عينك أنا أجيب الكيا أأتي لك به. هذا سيعبرون ولاية تكوينية، إذا نقول إحنا أهل البيت عليهم السلام عندهم ولاية تكوينية، قالوا يا هذا القرآن الكريم صريح، صريح القرآن الكريم أنه من عنده علم الكتاب يؤتى من الله عز وجل، لأنه أمير المؤمنين بيّن ضابطة من الله، مع الله، من دون الله، من الله يعني الله عز وجل أقدر، أقدرهم وأعطاهم، من دون الله هذا شرك هذا نبتعد عنه، مع الله هذا نبتعد عنه، يبقى شنو؟ من الله، عطاء من الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن الكريم لما يحكي عن عيسى عليه السلام وكيف يصنع كهيئة الطير يقول بإذن الله، يبين أن اللي أسوي بإذن الله، أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أخبركم بما تأكلون ما تصنعون كذا كذا بإذن الله عز وجل. احنا هم نقول هذا كل عطاء من الله ونعمة من الله. قال يا رسول الله من هذا الذي عناه القرآن الكريم وقال الذي عنده علم من الكتاب؟ قال ذاك آصف ابن برخيا وصي أخي سليمان ابن داود عليه السلام. أما الذي عنده علم الكتاب، شوف عنده علم من الكتاب، ذكر القرآن من تبعيضية يعني من بعض الكتاب، أما الذي عنده علم الكتاب فذاك وصي وأخي علي بن أبي طالب وصي محمد، صل على محمد وآل محمد. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فلأنا أعلم بها من طرق الأرض، أنا مدينة العلم وعلي بابها، في لفظ أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. تدرون النبي صلى الله عليه وآله بآخر ساعات سوى، وشون بشارة عظيمة هذه، شون ويودع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين هذا البيت الطاهر وعاء الدين والنبوة، يودعه علمه وحكمته، وضحوا بكل شيء من أجل أن يبقى هذا الصرح الشامخ. رسول الله رقى المنبر ماذا قال صلى الله عليه وآله؟ قال يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. هاي شون نعمة يا سادتي، والله هاي نعمة، اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة، خدمة أهل البيت، خدمة الحسين، هذا انتسابنا لعلي بن أبي طالب من شيعته. تدرون بالرواية سادتي يقول الإمام صلوات الله عليه رواية عن علي بن موسى الرضا،
رواية عن الإمام الصادق في مضمونها صلوات الله عليه، يقول: انتسابي إلى ولاية جدي علي بن أبي طالب أحب إلي من نسبي. نسب عظيم، نسب رسول الله، هذا الشرف العظيم، لكن ذاك الانتساب العقائدي، ذاك الانتساب سلمان منا أهل البيت. لاحظ هذا التشابك في العقيدة والسيرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك نجد بأن الزهراء صلوات الله عليها عندما تبين في خطبتها الشقشقية وتبين الملاحم التي قام بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه لحفظ الرسالة، تقول صلوات الله عليها: ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبينا. هنالك يعرف التالون غب ما أسس الأولون، ويحهم أنى بها وقد زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد العلم والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين أو الطبين بمعنى الخبير بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. أيفون أمير المؤمنين؟ أيفون من نصبه الله تعالى، من جعله ذخرا وفخرا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله؟ ولذلك سيد الشهداء عليه السلام في يوم كربلاء، هاي الملحمة الحسينية، ونحن في حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لما يضربون خيام بن الشاب يقولوا له: إنما نقاتلك بغضا لأبيك علي بن أبي طالب. الله، شلون مأساة وشلون مصائب. هسا أنتوا هجمتوا على المخيم، قتلتم الرجال، ليش تروعون الأطفال؟ ليش تحرقون الخيام؟ ليش هكذا تعبثون بالأجساد؟ يقول هذا، يقول: أمر 10 من الجياد أن ترض صدر الحسين. أيوا إماما، أيوا حسينا، هذا المعنى اللي تشوف عقيلة الطالبيين صلوات الله وسلامه عليها. لذلك نادت نور عيني: يا حسين يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء، نور عيني يا حسين يا ابن أمي يا حسين، أخي إن كنت حيا أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقولون الإمام صلوات الله عليه سقط إلى الأرض، فما أجلت الحرب عن مثله قتيلا يجبن شجعانها. يخافون يدنون إلى مصرعه، إلى جسده الشريف صلوات الله عليه. لذلك صنع من الرمل وسادة وأخذ يرقب عياله، ولهذا أخذت عقيلة الطالبيين تبعث إليه بصوتها: من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم مدنت، طلعت من الخيمة عدي زينب على التلو شبت، شبجت العشرة من الخطار والصاب أخوها توجهت، صاحت يا ابو الشيمة عديل يا روحك الطيبة ظهرت، خويا كانك حي تهوض واسرع درسكي انا انولدت، لما نسمعها ابن النبي به الحميه ذهورت، قاموا على وجهه وقاع وجروح جسمه سايلت. لذلك الروايات اللي عندنا المحققة أنها خرجت ليلا إلى مصرعه الشريف، الله يرحم سيد جاسم الطويرجاوي، وإحنا إلى جوار قبره
يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء، نظر إلى زوارك سيدي، خرجت عقيلة الطالبين تتعثر بأذيالها. هس من هنا النيران ومن هنا صراخ الأيام واليتامى، تقل أخويا نجيتك نجيتك فاجد الراي الراي، ومن الرعب تتراجع في عضاي. اخويا يقولون هاي ام الخدر، هاي اخت الذبيح الما شرب ماي. يا بيقولون زينب طلعوها سبوا لزجية وشتموا بوها وحرقوا قلبها براس اخوها. بيت الدعاء، واسألكم الدعاء، هذا الأنين وهذا الحنين، بيت الدعاء شيخ هادي الكربلائي رحمة الله تعالى عليه. يلي تناشدني علي يا من تدمع العين، الله الله، كل البكا والنوح والحسرة على حبه بقلبي وتظهر بصبها دموعي. مجبور انا في حبه ولا اشوفه بطاعي، يا ريت قبل ضلوعه رضني ضلوعي، ومن قبل خده يتربا من الخدين. يا أبا عبد الله أبكي على مصابك كل صبح ومسية، أنحب وساعد على البكاء لزهرة الزكية. لا زالت تندب فاطمة يا ضحايا الغاضرية، يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء، آه حسيا يا ابني ويا عزيز وقرة العين. فاطم لو خلت الحسين مجدلا، إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لإمامنا بقية الله في أرضه، ونور الأرض بنور طلعته الغراء. اللهم شافي كل مريض، واقضي دين كل مدين، وفرج عن كل مكروب. اللهم شافي جميع الجرحى والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة بحق قمر بني هاشم أبي الفضل العباس يا أرحم الراحمين. إلهي نقسم عليك بنحر الحسين، لا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وخدمة الحسين وشفاعة الحسين إلى شهداء الإسلام أموات المؤمنين والمؤمنات، السادة الحضور القائمون على هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.